تظاهرات جماهيرية متضامنة مع سكان غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم منظمة من قبل جمعية ذوي الهمم المهتمة بشريحة متلازمة داون. رئيسة الجمعية أكدت أن التظاهرة تأتي لإبراز دعم أطفال متلازمة داون لنظرائهم الفلسطينيين وللشعب الفلسطيني أسوة ببقية فئات المجتمع الموريتاني. متلازمة داون هم جزء من المجتمع، لأن المجتمع كامل الهب الذي بنصرة هذا الشعب وهم ما باقيين عنه، هم لكن المجتمع. لن نعتركم عنهم، هم جزء من المجتمع ولكنتوا أي مناسبة فرح ولا حزن لعضو واقف كيف الناس الخراف. الموقف الشعبي لموريتانيا المساند لحق الشعب الفلسطيني والمناهض للاحتلال الغاشم سيكون له دور يقول ممثل السفارة الفلسطينية في تشجيع المقاومة على تحقيق النصر على الاحتلال الإسرائيلي. أقدم لكم بداية تحية المرابطين في فلسطين إلى أبناء المرابطين في موريتانيا، ونقول نحن شعب واحد بإذن الله تعالى، ونصرنا سيتم بدعمكم الكريم. القضية الفلسطينية قضية أمة تدافع عن أرضها ومقدساتها وتواجه محتلا يسفك الدماء ويستنزف الثروات، ومسؤولية الشعوب الإسلامية إسناد هذا الشعب ودعمه في نضاله التحرري. يقول أحد المتحدثين: هي قضية أمة تدافع عن أرضها وعن مقدساتها، قضية أمة تشابه محتلا قام على سفك الدماء وعلى تقتيل الناس وعلى استنزاف خيراتهم وعلى تهجيرهم من ديارهم وبيوتهم، محتل ظالم غاشم ادعى أنه صاحب الأرض. وشهدت التظاهرة عرضا مسرحيا يحاكي مأساة سكان غزة في ظل القصف الجوي الذي تشنه الطائرات الحربية الإسرائيلية على المباني السكنية والمستشفيات والمرافق الخدمية وما خلفه من شهداء وجرحى وتهديم للبنية التحتية.